السلام عليهم. السلام عليهم. ما شاء الله تبارك الله. يا اخي شفت جوكم عليل فقلت اجي اسمر وياكم في الليله الجميله. لكن وش رايكم نغير جلستنا للمجلس الاخضر؟ اليوم يومنا اخضر. يا مرحبا يا مرحبا. يلا نتحييهم البقع. يا هلا يا هلا يا هلا. ولد شيخ المروس شيخان كساب تلطيب دقه وجله. يا مرحبا والله ومسهلا. البقع مرحبا. البقع ما شاء الله ما شاء الله. وش الجلسة الزينة؟ يا مرحبا تزين بوجوه. الليلة 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 خضرة اليوم وطن. مرحبا مرحبا. يا سلام يا سلام. مرحبا مرحبا. والله اني مشتاق الكرك عقاع بس داري انه تعبان شوي. يا مرحبا في ذمتي. ما شاء الله تبارك الله. تبونا تحت ولا فوق ولا ها؟ نقسمها شيء فوق شيء تحت. طيب خلونا فوق. يا سلام تعطيني هذه هنا. الله يسعدكم يبارك فيكم. مرحبا يا مرحبا. محمد ويرضى عليك. تعال هنا تعال عبد العزيز هنا. والله انجي وانت تزعل ابيك تجي جنبي. تعال اجلس اجلس. تعال محمد بن يحيى. يا رب يطول اعماركم يا رب على قدركم. هذا الشايب اي شايب هو اشتهر ابو مناحي بمشهد الشايب ويا ولده ها إيه. اول التقديم ذيك الايام إيه. من اللي كان معك محمد بن غضيان. نعم نعم ما شاء الله تبارك الله. وش اخباركم كيف احوالكم عساكم طيبين؟ والله دمي اخضر بعد دمانا خضراء اليوم. اي والله بين ما شاء الله ونور الثوب ما شاء الله. نبي سوالفكم نبي اخباركم. بيض الله وجهكم وجيهكم. انتم ما قصرتوا ذي الليله. نفسياتنا اليوم بالعلالي. يا سلام فرحه اليوم الوطني فرحه الغالب راي. يا سلام يا سلام. صلي على النبي. اللهم صل وسلم. الله يبيض وجيهكم ووجهك ويطول عمارك وعمرك. اليوم قدمتوا شيء يشرف. يا رب لك الحمد. والله اني اليوم انا سعيد جدا بتواجدي معكم من اسعد الايام اني اكون صادف العيد اليوم الوطني في قناة الواقع واني اكون موجود واني عايش اللحظة. ترى اللي يجي يوم في العيد الوطني مو مثل اللي يعيش فترة. يا سلام. انا عشت انا اصبحت احد ابناء السعودية واصبحت من الشعب. نعم. وعشت اللحظة وعشت ترتيباتها وعشت تجهيزاتها وعشت تحمس الشعب السعودي لها. الشباب من قبلها باسبوع هم يجهزون ويرتبون ويغنون متحمسين للليلة القوية ذي. يا سلام. فاقول يا سلام. الله الله يوفقكم ويبارك لكم وشعب يستاهل انه يعيش في ذا الوطن. الله نعم نعم نعم. يا سلام. انا والله ودي اسمع ودي اسمع ودي اسمع منكم ودي لا لا المشاعر في هذه الليله الجميله. يعني جلسه اريحيه ودي اسمع فيها. ابو خشمان يتبوسم هناك. سمعنا سمعنا هالمشاعر الجميله. والله المشاعر متلخبطه. والعيد عيد الوطن ولله الحمد والله يديم الامن والامان. يوم كنا صغار سلام. كنا نسمع بعيد الوطن وباليوم الوطني ولا كنا نعرف شيء. يا سلام. واستشعرنا يوم كبرنا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم مع الوطن. يا سلام. حسينا بالامن والامان. يا رب. حسينا بالعزه وحسينا بالله ولله الحمد. فالدوله اللي كل يوم احنا بتطور. احنا فخورين. كلام اخوي عيفان والله العظيم انها سعادنا. والله العظيم يوم يقول اني عشت معكم ومعنا وهم تحمس من الاسبوع اللي فات ونجهز كلنا. والله العظيم ان اخوان وخليجنا واحد ولله الحمد ان ان ان, إن على قلب رجال واحد. يا رب لك. وشعورنا اليوم وشعوره وشعور الناس كلها والله العظيم انه فرحه وسعاده وسرور. الله يديم الامن والامان ويعز دولتنا ويعز حكامنا هو السميع. يا سلام عليكم. اجل اليوم يوم الفرحه ويوم الغاء ابراهيم. صعب يجي حزن ها صراحه. أيوة. فرقه مع فرحه يوم وطن ولا لا صحيح. والله خير قرار اخذتوه. يا سلام. وانتم تستاهلون والله تستاهلون. نبت على النبي. اللهم صل على محمد. الله يبيض وجه مالك القناه. والله يبيض وجهكم انتم. والله يبيض وجه الكنترول والاعداد والمقدمين والكيان هذا كله. يا سلام. بياض الشاش. بياض الشاش بياض على ما قال الوليد خلي به راحت القناه. انتم ما قصرتوا. اليوم الغيتوا البرايم وخلتونا نحتفل باليوم الوطني وجهزتونا حفل في هذا اليوم الوطني وخلتونا نعيش الليالي الوطنيه. يا سلام عليك. وانت مبروك وعليها كميله. عليها كميله. وش بعد خلاص ابراهيم الغنائي كميله 24 لا لا لا
انا جاي والله بسولف معكم وبسمر معكم وبستانس معكم. يعني كان في طلبات مشيت من الحين. لا 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 مرحبا بك ابو عبد العزيز. كل واحد ثابت ها. اما النقاط بشروفها النقاط ابدا والله كل واحد من 5000 ها والله ابو عبد العزيز. لا 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 صرتوا متساويين في النقاط. بغيتوا كل واحد 20000 طالما انكم كلكم مع بعض ما 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 ما, ما تفرق كذا يا حباس. لبيه لبيه كل واحد 93000 نقطه. اوه اذا كنتم مع بعض ما في تفاوت يعني تصيد بس ارقام وتستاهلونها. انت انت تحريب النقاط والعلوم الطيبه. تدري الحنا اذا زلقنا ابراهيم قلنا يا له ربي عجل بحلقه ابو عبد العزيز نجيه نعين خير ونعين حاجات. الله يسعدكم والله اني افرح فيكم جميعا واني استانس والله فيكم جميعا صراحه مع اني فاقدكم الظهريات كذا صرت ما عاد تجون ما ادري تغلون علينا وخاف ندلعكم زود بعد ما عاد. لا لا تخبروا عندنا بروفات عندنا ترتيبات. ها طيب عطونا وش ودكم ذا الليل وش ودكم وش الامنيات تنطلبك ميل بالطلبة. هذا طلباتكم وش تامرون به بس قولوا لي. بس هذا رجال بدوي راح القاعده هي بيجرق لمه وبيته فهمت وجابها بصيغه البدوي اللي ما في تصنيف. يا سلام. قال اني اريد لزرقه لامي وابي. كتاب القايد قال لا مانع من زرقه المذكور. يا سلام يا سلام. اليوم لا مانع من زرقته المذكور ها. والله والله تستاهلون يعلم الله تستاهلون. وانا بجيتكم الا والله ودي اصبر معكم شوي. يا مرحبا اخذ اخباركم عرفتوا ها. يا سلام. الله يرحم والديكم. انا احب المدح كذا ترى الواحد اذا مدح كذا لبيه. او نعم 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 او نعم. يا سلام عليكم. هذه فيحان متحمس مره. فيحان سم سم يا عادل اليوم صراحه اشكرك على تقديم الحفل اليوم صراحه. ابدعت ابدعت والله يا عادل من غير قصور في عمر جاه ظرف واستاذن ولكن ما قصرت يا عادل. انا اول شيء اشكركم انتم الله بيض وجيهكم الاداره وانتم ابو عبد العزيز ولا اخوي عمر بن هدال على ثقتكم فيني وانكم اعطيتوني المحور اني انا اكمله. يا سلام قديم. يا سلام. هذا والله العظيم انه وسام على الصدر ثقتكم هذه في عادل والله انه وسام على الصدر. حلو. ان شاء الله اني اليوم ودوم اني اقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضيكم واقدم الشيء المطلوب واللي في صالحي وصالحكم. كفو بناقي كفو طيب. اما الشيء الثاني انا استاذنك ابي محمد مناحي مثل قبل شويه الفقره اللي قبل شويه كانت عند محمد مناحي. ايه. تكملها في ابو عبد العزيز اللي مع الكاميرا. نبي اعلان محور نفس المحور اللي قبل شويه ابو مناحي عندك ابو عبد العزيز. طيب يلا ابو مناحي. ابو مناحي يقول انا لين الحين وانا في ثوبي ثوبي البسيط يقول الحين ما بعد صرت يعني اعلامي اتكلم باللغه الاعلام وكذا. يقول لغتي بيضاء يعني مره شفافيه. انت مقبول يعلم الله ما شاء الله وكل شيء منك حلو يا ابو مناحي بس يتكلم. طيب يلا بس خلوني ما عليه ابو مناحي. انت لما قلت الكلمه ما شاء الله تبارك الرحمن تعرف المنشد اللي جاي ينشد ابي لما انحار. يلا اسمع علي. أعزائي المشاهدين، أعزائي الجماهير، أعزائي الغالين، رحبوا معي باسمي وباسمكم. طيب ليش وباسم ليش تهز؟ لا خلني ده عشان تجي هي كذا زين. الصميل لا حضرتك أظهر الزبد مركبين على الهزازة. فاصل فاصل إعلانات رمضان. أوكي رحبوا معي باسمي وباسمكم وباسم نسخة سكريبت 2 بالمقدم المتميز. يا سلام. بالمقدم. يا سلام. صاحب الإطلاعة الخفيفة. يا سلام. صاحب الابتسامة. حلو. صاحب العطاء. هذه يبيلها وقت. صاحب صاحب الكاريزما. أحرجتوني. المتميزة المتفردة من نوعها. يا سلام. الإعلامي والمقدم بدر حسين. صفق النفسي أعزز النفسي. الله يسعدكم. طيب طيب نبغى والله من هال الأشياء الجميلة ودنا وش اللي في خاطركم في ذا الليلة؟ أبو عبد العزيز سم افعلها 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 بس والله ودي أخذها على السريع كذا. وش في خاطرك يا زايد؟ في خاطرك
طيب انا شيختي على ما قال مبروك يا ابو عبد العزيز الغيت ابراهيم فيها وعينوا خير الشباب منها انت شيخ القريه الاسبوع والله كفو باقي عادل ال 24 ها لو نكملها للشباب يا سلام يا سلام طيب وخطرنا كل علم طيب يا سلام الوطن فرحانين بمستانسين احنا ودنا والله الكميله هذه الكميله احس انها يعني احس انكم احس انكم على هالكميله هذه هنا يا عادل ايش خاطرك خاطر لك العلم طيب ها مجيكم ذا يكفي الغالب ابراهيم ذا بحد ذاته ما اتكلم عن نفسي الغالب ابراهيم ذا اليوم والله العظيم انت تتفق معهم في الكميله ذي ولا ما تتفق والله كل ابونا نتفق على الكميله وانتم طيب على طيب انا والله عبد العزيز ودي عشان بس تضارب الاصوات انا والله عبد العزيز ودي اني اروح شاكر قريبه هنا 24 ساعه وسلم ابوي وين وين خاف خاف عليك سم خاطري طول عمر تذكره ايه الى لندن ولا للأمانة أنا نفسيتي ضاربة شاملة المصاريف والتكا بشرط حنا ما نشجع السياحة الخارجية خلاص حنا السياحة الداخلية لا أي والله تذكر لا لو أعطيناهم الكميلة من معك تذكر لا بس بشرط لا أحد يمشي بالحال طيب الآن أنا بعطيكم حاجة وبيكم تسولفون عليها الآن لو أعطيناكم الكميلة اللي هي لو أعطيناكم الكميلة اللي طلبت الشباب وطلبتكم وش راح تسوون في ذي الليلة نروح نحتفل مع الشعب السعودي في الرياض بطلع مع الدوار بنرفع العلم السعودي بنمثل قناة الأخير تمثيل يا سلام يا سلام ها عطوني عطوني ها نروح على مقال ابو سويد نروح الرياض يا سلام يا سلام عز اضم صوتي لابو سويد تويت يا سلام يا سلام شارك الشعب ها خالد انا الاحتفال لابد منه يا سلام بحتفل وبعدها بنجتمع احنا نخطط ريالتي اسبوع كامل نعم. يا سلام احنا يهمنا ما يحصل التخطيط الا برا القهوه قريبه ولا توها قريبه سم امانه بالنسبه بحتفل مع اخوياي وبستاذن اخوياي وبحتفل مع الشعب وبحتفل مع شيباني يا سلام يا سلام شيبانك في الشمال يا ولد يمديني ها ما عليهم بعد ان شاء الله او بحايل اي يا سلام عليك يا سلام ترى ماني بسمع احنا يا طويل العمر مثل ما قالوا الشباب نبي نروح ونحتفل بهذا اليوم الوطني السعيد أنجز أسلم ونخالط شعبنا المحبوب وجمهورنا الغالي أنشفت صح ولا من جاء إن شاء الله بكرة هاجيناك من سفي صح وجيناك بمعنوية عالية وجيناك بريلة عالي وجيناك بطاقة إيجابية تعطينا شهر قدام ولا سنة قدام هذا شفت واليوم خير واليوم خير وبكره من الساعه صل على محمد الساعه 4 نعم صل على النبي صل على طيب النبي. انا ودي ما ودي اقطع والله كلامك يا ابو مناحي شوي شغلني الاربيز فقاعد مركز معه الصراحه الفرحه يعني تحتاج الى فرحه يا سلام عليكم فرحنا الغينا البرايم مزبوط ودنا بالفرحه الثانيه بس عندنا شروط انا ابيكم انتم تعطوني العقوبات في التاخير في الرجوع بكره تلحين برايم ويب سايت الرجوع متى اذا حصل والله كنت الرجوع طيب الحين انا ابغى العقوبات بعدين انا ابغى العقوبات بعدين اعطيكم الوقت لحظه ترى لحظه انا ابغاكم تراكم انتم الان جمهوركم يسمع وكلامكم ولا نبغى نفرحكم ونفرح جمهوركم ولا نبغى يعني نضركم فان ودنا لكم بالسعاده ودنا لكم بالوناسه بس ما نبي الضرر عليكم ف ابراهيم في 10 تتحملون ابراهيم في 10 اخر اي قرار والفايض استبعاد ها هذه كلامكم طيب شوفوا يا جماعه الخير ان ترحيل ابراهيم متاخر راح خلوه يكمل اسلم طيب احنا حتى الان ما تم القرار مزبوط حتى الان تحت الدراسه نبي ندرسه وبنعطيكم خبر ابو عبد العزيز ما تجينا وانت ما عندك خبر انت 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 مالك القناه تقول انت واخوك ما وانت يا اخي لا تخليني اشوف انت تقول انت يا اخي الكلام عندك انت ما بعند غيره طيب الكلام عندك انت سم خلينا نشوف اعطوني بس اعطوني لحظات كذا بسوي عادل بن هيف كيف والله
تسوي واخر الطاوله يرجع يقوم اخر الطاوله تقوم زعزع واخر الطاوله تعال بنشوف الامور طيبه ان شاء الله. اقبل سان يلا اشهد الله شوفوا استريحوا 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 الامر سهل. خلوكم انتم جالسين انا باصل وبرجع لكم. خلوكم لا حد يتحرك. زين يا سلام انا احب الرياليتي حقكم. طيب يا شباب انتم جاهزين؟ جاهزين عشان الاصوات بس. وش جاهزين؟ دامنا نشف. اسمع تستاهلون الخروج الى بكره الساعة 6. اي كاميرا عشان نقدر ولكن حن يقول الاول ابعد وسطك. يا سلام عليك. يقول الاول ابعد وسطك والله شوف انا صل على النبي. الساعه الحين 1:30 على ما يطلعون المطالي ويروحوا نواف شوي ويحتفلون ويديروا لهم سكن. اسلم على ما يصور الرياض قال الساعه 3 انتم بديتوا الطيبه ثم بديتوا الطيبه. شوف يا ابو منعم احنا طلبنا الله ثمنكم ها ست المغرب تعطوناها ل 11 صلوا على النبي صلوا على النبي ان طلبتكم يعلم الله انها مقدره وان والله ودنا لكم نجمع الحسنين سعادتكم وانسكم والبرنامج والمشاهدين والمتابعين. شوفوا 11 قد الوقت راح لكن على طلبة أبو مناحي بس أنا أبغى تتحملون العقوبات ونبيكم تكفون ما نبي عقوبات نبيكم قد الكلمة وقد الهقوة بدل حن عشان ما تنحرجون ولا ننحرج حن. شوفوا أنا ما أخذ للساعة 6 لكن أنتم في وجهي للساعة 8 اسمعوا بعد 8 ترى بنحط التايمر بيشتغل من الساعة 7 للساعة 8 بعد 8 ترى بتجي قرارات والله ما ودنا بها لكن توقعوا أي قرار يصدر من الإدارة بس نبيكم تكفون تفرحون وترجعون لنا نفرح وياكم جميعا. يا مان يا ابونا اعمارنا لاجل الوطن عاريه امجادنا على السحاب تسلم امجادنا ما هي ترى مشريه من يوم ابو سلمان جانا محمد امدحنا وامجادنا مثنيه في كل يوم العز عايش فينا حتى ولو حنا بلد والله ما بزيه حنا تحت ظل الوطن يا حيا نفخر مدام الراية سعودية يعيش سيدنا الملك والقادة حنا نعيش بدولة قيادية يا سيدي سلمان جعلك تبقى افعولكم تشهد لها الدرعية خيالة العجلة صاح الصايح في كل وقت محتم اخواني نور لن تخوف العزوه بشرق ضرب السيف الجنبيه
محمد محمد شبيه معزي دايم على النوم اسنا رحية بطوق شبانة وحلنا عدونا ولنا بالعز والجاهية ليش للحكومة والوطن وترابة حنا بداوة